معنا من مطار الملكة علياء الدولي مراسلتنا دامة الكردي. دامة، أهلا بك. تفاصيل رحلة العودة لمن تقطعت بهم السبل والطلبة، أعدادهم، الدول التي جاءوا منها. بالفعل بدأت اليوم رحلة عودة الطلبة الأردنيين ممن تقطعت بهم السبل، هذه المرحلة الأولى والتي ستستمر حتى منتصف مايو، ومن المتوقع أن يكون خلالها عودة ل6000 من الطلبة من أصل 23000 سيصلون تباعا. هذه المراحل تتضمن قدومهم من 16 دولة، تم تسجيلهم عبر منصة خاصة بوزارة الخارجية الأردنية، وتم استبعاد من أصل 24000 ألف فقط لم يستوفوا المعايير والشروط التي وضعتها وزارة الخارجية. اليوم ثلاث رحلات وصلت منهم رحلتين، واحدة من اسطنبول واثنتين من القاهرة. من المتوقع أن يكون عدد الطلبة الذين سيصلون اليوم 500 طالب. بدأت عملية الفحوصات الطبية لهم وتعقيم الطلبة وتعقيم أمتعتهم تمهيدا لنقلهم عبر باصات مخصصة لهم إلى مناطق الحجر الصحي في البحر الميت، إلى الفنادق وأماكن الحجر العام في كارفانات، حيث سيبقون في الحجر الصحي لمدة 17 يوما بحسب البروتوكول الطبي الذي وضعته وزارة الصحة الأردنية، ومن بعدها سيتم توقيعهم على تعهد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. سيتم تقديم الفحوصات والعلاج لهم مجانيا من قبل الخدمات الطبية الملكية كما أعلن مدير الخدمات الطبية. أيضا سيرافقهم طواقم طبية في أماكن الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم. دما، قلت هناك 1000 منهم لم يستوفوا الشروط وتم إبعادهم، ما هي الشروط؟ ما هي المعايير؟ الشروط التي حددتها وزارة الخارجية تتضمن أن يكونوا طلبة مقيمين في الخارج أو مقيمين في الأردن وتقطعت بهم السبل في الخارج وليس من المغتربين المقيمين والذين يريدون العودة، أو ممن فقدوا وظائفهم وبقوا بلا مأوى خارج المملكة. هذه أهم الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية، ومن ثم تم تحديد من سيحضر في المرحلة الأولى والثانية والثالثة بحسب الأولوية، ستكون للإناث ومن بعدها لطلبة السنة الأولى وتباعا السنة الثانية والثالثة ممن هم على مقاعد الدراسة في الخارج. دام الكردي مراسلتنا من مطار الملكة علياء الدولي، شكرا جزيلا لك.